الرقم 011 يعني دمشق 516100. هذا للشكاوى، هذا للشكاوى بهذا الموضوع. لا عفوا سيادة الوزير، عم يقولوا لي انه ما حدا عم يرد عليه، بس اذا بتريدوا نسمعه فينا نسمع الرنين، الرقم اللي حضرتك ذكرته. هلا اذا ما رد بيكون مع اتصالات ثانيه. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. انا امبارح حطيت على صفحتي بالفيسبوك انه اللي التاجر البائع المفرق يعني الدكانة اللي بيوصله زيت غالي من تاجر او من مصنع يتصل عندي بالمكتب. تمام، اعلنت عن رقم. انا بتمنى نسمع الرقم، نحاول نتصل بالرقم اذا بتريدوا زملاء. شو رايك سياده الوزير؟ الرقم 011 يعني دمشق 516100. هذا للشكاوى، هذا للشكاوى بهذا الموضوع. لا عفوا سياده الوزير، عم يقولوا لي انه ما حدا عم يرد عليه، بس اذا بتريدوا نسمعه فينا نسمع الرنين، الرقم اللي حضرتك ذكرته. هلا اذا ما رد بيكون مع اتصالات ثانيه. طيب بنضل منحاول بعد اذنكم. لا اكيد في مين عم يرد بس بيكون معن اتصالات. ايمت ما كان جاهز بنحكي، لانه طيب. الحقيقه صار عدد كبير. عم يخبروني كمان الزملاء انه بعده الاتصال جاري بالرقم الارضي لتسجيل يعني الشكاوى. بنقول لهم اشتكوا، بلومونا انه ليش عم نتضايق، لانه اجراءات الشكوى سياده الوزير معقده. ما بدها اجراءات. طيب ما نحن من اول البرنامج عم نتصل. هلا بحلها، هلا بفتح لهم كذا خط على نفس الخط، مو مشكله. الحقيقه انا كل الوقت فعلا كل شوي وشوي بيقولوا لي انه الرقم ما حدا عم يرد. خلص هي بنحط لهم 20 خط على نفس الخط بيمشي الحال. وانا اذا بتحبي، انا مو بس بدمشق، بعده محافظات ما في فرن الا رايح له تبع الدوله، بس انا ما في صاله ما دخلتها. وبكثير من المحافظات بروح بدخل، ما بعلن، انا ما بروح زيارات اعلاميه، ما بتمني هي كثير. انا اكثر الناس قربا الي لما اروح بالاسواق ولما اروح بالقرى بكل سوريا هنا الفقراء. في عندي مجموعة واتساب أنا ومدراء التموين بكل المحافظات، فنحن كل الوقت بالليل وبالنهار عم نحكي مع بعض. يعني مدير تموين دمشق هداك اليوم إجا لعندي بالنهار طلبه أنا مشان شغلة، حكيت معه كلمتين قلت له اطلع من وشي روح نام. أيوة. لأنه عيونه برا كانوا حمر. واصل الليل بالنهار. فعلا كل شوي وشوي بيقولوا لي انه الرقم ما حدا عامل. خلص هي بنحط لهم 20 خط على نفس الخط بيمشي الحال.